طيب يا كريم، ما تيجي بقى نروح كده نشوف برضو فعاليات كتير بتشهدها او بيشهدها كمان مقر النادي الاهلي في الجزيره. منها كان الاوبن داي ده، ومعرض اقيم للاعضاء، يعني حاجه كانت جميله جدا وكان كمان في اقبال كبير. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. احنا بناخد الموافقة من الإدارة التنفيذية ان احنا بنقوم بعمل معرض لسادة الأعضاء. كل دول بيكونوا أعضاء أولاد النادي، مفيش مرافقين من بره، مفيش حد من الخارج. عضو النادي هو اللي بيتعامل مع عضو النادي، مفيش حد من الخارج. كل ده بيتم عن طريق إدارة الخدمات. أولا بناخد الموافقة من الإدارة التنفيذية، وبعد كده بيتم الإعلان عن طريق لوحة الإعلانات موجود. بيبقى قبلها مثلا بيومين ثلاثة بيكون الإعلان، وبيتم اليوم مثلا تحديد اليوم اللي بيبتدي فيه الحجز. بيبتدي يحجز فيه، بشوف العدد بتاعه قد ايه، ايا كان العدد اللي بيبقى موجود ببتدي اشتغل عليه. قبل مثلا بيكون الويك اند خميس جمعه سبت الثلاث ايام، ببتدي اشتغل قبلها بيوم الاربعاء، بجيب الناس بيتعملوا تنظيم البرجولات بالترابيزات بالمفارش وكل ما يخص خدمه الاعضاء. العدد على حسب ما هيتم تجهيزه في الاول في الحجز ببتدي اشتغل عليه. اهم حاجه بنشوف ايه اللي رايح الساده الاعضاء ونبتدي نتعامل معاهم فيه. اذا كان مثلا محتاجين اي حاجه فيهم بنساعدهم فيها بيبقى موجود. وبالنسبة للتجهيزات بتاعة الأوبن داي، هو في إدارة طبعا الخدمات المسؤولة عن الموضوع ده بتيجي قبل المعرض بفترة، بتعلن عن هي هننزل معرض في اليوم الفلاني، وبنيجي نحجز في توقيت معين. والحقيقة إدارة الخدمات بتعاون في الموضوع ده جدا، في تعاون تام جميل خالق روح إن احنا حريصين إن احنا نحضر أي أوبن داي. يعني احنا جايين واحنا مبسوطين إن في أوبن داي، حاسين انه يوم جميل هنقابل فيه ناس عارفينهم، وفي نفس الوقت ما احناش متضايقين، ما حدش بيعمل علينا لود ولا حد بيضايقنا، ولا كل الناس يعني حريصه على انجاح اليوم ده. بالنسبه لتجهيزات النادي نفسها فبيتم عن طريق اداره الخدمات اللي هم بيعلنونا كأعضاء اللي فيه اوبن داي 3 ايام كل اول شهر في النادي في اهل الجزيره، وبعد كده دوت بعديها باسبوع بيبقى في زايد، وبنرجع تاني نعيد نفس القصه ديت اللي احنا نسيب اسبوع ونرجع تاني في اهل الجزيره. والله هو الناس هنا متعاونه معانا جدا، يعني مثلا بيبقى في ناس واقفه مستنيانا بره بيجيبوا بيدخلونا الحاجه من عند البوابات بتاعتنا، بنيجي نلاقي حاجتنا كلها مجهزه باسامينا بالترابيزات كلها كله تمام، فبيسهلوا لنا الدنيا جدا. بس واحنا ما علينا ان احنا بننزل حاجاتنا بنعمل. بالنسبة للمنتجات انا شايف المنتجات كلها حاجات كويسة جدا، كلها حاجات يعني ما بتختلفش عن اكبر الاماكن، وكمان الناس ملتزمة بالتباعد الاجتماعي وواخدين الاجراءات الاحترازية كويس، وحتى الناس يعني في كل اللي انا بشوفهم لابسين الكمامات والحاجة بصراحة، يعني واخدين الاجراءات الاحترازية يعني بقوة فعلا، والاسعار حلوة قوي مناسبة جدا لينا، اسعارها زي بره، ومنتجات رائعه بصراحه. وكل هنا يعني عاملين احتراز جامد جدا للاعضاء والمكان ومنظم، كل حاجه منظمه. انا شايفه المعرض مناسب قوي للاطفال والكبار وشامل كل حاجه، واهم حاجه كمان في تباعد يعني عشان الكورونا وكده، يعني وشامل كل حاجه فعلا يعني. هنا في تشكيل، يعني في كل حاجه، في ملابس، في مشغولات يدويه، في فضه، في اكسسوار، يعني هنا كل في ملابس اطفال، ملابس شباب، ملابس سيدات، كل حاجه متوفره. وهو المعرض بيبقى 3 ايام بس كل شهر. بالنسبه لكل اللي عايز حاجه
كاستثمار للي هو اللي نازل المعرض، لو عنده منتج بيجيبه بيدخله دخل، وكالاعضاء ان هو بيوفر لهم كل اللي هم عايزينه، اي حاجه هم بيحتاجوها بيلاقوها موجوده في ان هنا المنافذ اللي موجوده كلها اغذيه ومشروبات، مفيش جوه النادي اللي هو كلبس كاكسسوار كهدايا فهو هي المعرض بيوفر لهم الحاجه اللي مش موجوده في النادي، اللي هو اللي بيبقى موجود بيلاقي كل حاجته موجوده في الثلاث ايام. يعني كل الحضور اجمع على انه كان يوم جميل، ودايما فكره الاوبن داي من حيث المبدا كده بتعمل جو حلو في النادي. الاوبن داي بيبقى يوم حلو للستات وبيبقى يوم صعب للرجاله، لان حضرتك كده بتدي الفيزا او الكريدت كارد او الكاش واحنا بنقوم بالباقي يعني. بس للامانه المنتجات في منتهى الذكاء المعروض، انا خدت بالي كده ركزت مع التقرير، يعني في الجزء الذكي اللي منها اللي ليه علاقه بشنط المدارس، احتياجات الاطفال، وغالبا بتبقى اسعارها اقل بكتير من بره، يعني الكل بيبقى مستفيد. وعلى فكره والله بيبقى في حاجات حلوه يعني، النادي معظمها بيعمل حاجات زي كده، الناس بتعتقد البعض يعني لا مش بيبقى حلوين، حاجات حلوه جدا طبعا. انا بحب الاوبن دايز جدا بتاعت النادي، بتبقى نفس الحاجات اللي بره بس اسعار يعني نص وبيجامات وبتاع بجيب انا من هناك برضه زي الفل زي الفل. يلا تصبحوا على خير.